مرحبا وتحية طيبة لكل المشاهدين طبعا من الكارفور هيبر ماركت حزمية سيتي سنتر. منطل عليكم طيلة فترة شهر رمضان المبارك. ضيفتنا اليوم يماما، يماما اللي بترفقنا كمان طيلة الشهر المبارك بأصنافها المميزة جدا، وخاصة دايما لازم ترفق مع مقدمة رمضان على دبس الرمان اللي برفقنا يوميا بأطيب المأكولات، ومثل ما شايفين هالمنتوجات الحلوة من خل التفاح، من الطحين، من الأرز، من رب البندورة، ومن عصير الورد مع التوت والفريز والكولا اللي بيطلع نكهة كتير طيبة وبيحبوها الأولاد. وكمان نحن عنا أطباق شهية اليوم، وضيفنا اليوم كمان الشيف حمدي دنيا. أهلا وسهلا فيك شيف حمدي. أهلا وسهلا يعني فيك. يعني صلنا زمان ما تقابلنا، شي سنتين ثلاثة تقريبا. وكمان فرصة سعيدة إنه جاي نشوفك، بنقول لك رمضان كريم لك ولعائلتك يا رب. بنعاد عليك إن شاء الله. بنعاد عليك شيف حمدي، أهلا وسهلا فيك. وكمان لأختك بدبي كمان بنوجه لها تحية. رح نبلش نحن بتحضير السلطة. الطبق الأول. الطبق الأول عندنا نحن سلطة الباستا. قبل ما نبلش بسلطة الباستا رح نشوف المكونات ونرجع معك، وهيك فكرة كتير حلوة للمشاهدين اليوم يستفيدوا من هالطبق السلطة الطيب الشهي الغير شكل. خلينا نشوف المكونات. مكونات سلطة الباستا مع دجاج وجبنة الفيتا: نص علبة باستا فيسيلي، صدر دجاج عدد 2، قالب جبنة فيتا، بندورة كرزية عدد 15، خيار عدد 2، فليفلة ملونة عدد 1، زيتون أسود، بصل أخضر عدد 1، كوب ذرة صفراء، نصف كوب زيت الزيتون، ربع كوب خل، رشة أوريغانو، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. طبعا هالضجة اللي شايفينها مشاهدينا لانه نحن موجودين او سمعينا هي هيدي بالمول والعجقة والزحمة والناس والمشتريات. يعني فعلا بهالشهر المبارك العالم كلها بتركض بتجيب اغراض، بتحسوا بفرحة كثير كبيرة، فشي طبيعي نسمع هيك اصوات ضجة بكارفور هيبر ماركت. شيف حمدي خلينا نبلش بالسلطة. ايه طبعا نحن نبلش بالسلطة. بدنا نبلش نحن من شوية صدر الدجاج. اوكي هون لكن عنا صدر الدجاج مقسمه لنصين. هون بنجهز المخلط حتى نشوي الدجاج. طبعا صدر الدجاج من دون جلد من دون عظم بيستوي معنا بطريقه سهله وسريعه. هون لكن هون لكن صدر الدجاج عم نشوي على النار، واكيد بدنا نملح وبدنا نبهر. اكيد شيف عظيم. هون طريقة سهلة وسريعة، وأكيد بدنا كاسة حتى نحن نخلط هالمزيج مع بعض البعض. عظيم. اليوم الباستا فينا نعمل فيها قصص كثيرة، يعني اليوم وقت نحن نحكي عن الباستا إذا كان على البارد أو إذا كان على السخن فينا نخترع فيها أصناف عديدة ونكهات مميزة جدا. وكمان دائما حسب ما نحن بيطلع بالنا نحط لها حسب الذوق مثل ما عندنا. هون نحن شايف بصل أخضر. بصل أخضر عظيم. نقص ملعقة لسان. هون كان نحن البصل الأخضر، وطبعا في عنا الخيار. اوكي كمان نعملها لنصين. هون الخيار تقطع الخيار الى نصفين. واكيد مشاهدينا هالخضار كلها اللي بتعطي طعمه طيبه لهالسلطه. نحن الدجاج طبعا حطيناه على المقلاه هون، واكيد المنتوجات اللي يماما موجوده حد مني، منتوجات مهمه كثير وشهيه ولذيذه ومتنوعه، وخاصه اليوم عنا وطبيعية 100%. هون بدي ركز على دبس الرمان اللي من أجود أنواع موجودة باليمامة، و
المواد الطبيعيه اللي بقلبها ولازم تترافع على صفر بشهر رمضان المبارك. وفعلا شيء ببيض الوجه، شو ما ندوق من يا ماما رح نكون مبسوطين وسعيدين بهالمنتوج الحلو وباسعاره المدروسه وما في مواد حافظه وطبيعي 100%. شيف حمدي هون، شيف نحن شيف حمدي دنيا، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك شيف. هون عم نفرم نحن الفليفله، الفليفله البرتقاليه هون اللي غنيه بالفيتامين سي، بدنا نزيدها كلها مع السلطة. اوكي هون اوكي نحن بنفضيها بالهون. عندنا بعد شوي بس الاخضر، البصل الاخضر، الباستا اللي كمان سلقناها، الفيتيلي اللي بتجي بشكل رسور، ممكن نستعمل اي نوع باستا ما بيأثر. هاي سلقناها خلصة شيف. هون بنلاحظ متعة التسوق بشهر رمضان، العالم كلها عم تعمل شوبينج، عم تحضر للافطار، ودائما كارفور ارخص بكثير من غيره، واكثر من 4000 صنف بيستوردهم كارفور من الخارج للمستهلك اللبناني. هون نحن لكن عندنا هون زيت زيتون، زيت زيتون كمان الكارفور اللي هو نكهته مميزه جدا، ملي دائما فقط بالكارفور باسعار مميزه، وهو طبعا من نوعيه ممتازه. الملح والفلفل هون، اذا بدنا نخلط هون للخلط، بعد ما نضيف الدجاج بدنا نضيف بعد الدجاج بنحطه، فينا نحط معه اذا بدنا ذره، ذره كمان. يلا بدك عبالك ذره، ايه تكرم عينك. عندنا هون احلى حبه ذره من اليمامة اللي نحن بنشوفها معلبه، فتحتها الفتحه السهله هون. انا رح اضيف ذره اليمامة اللون الذهبي حبة كاملة هون احنا لكن بهالشكل، حبوب اللون الرائع ما في خبركم، حتى ريحتها مميزة جدا دايما من اليمامة، فتحتها كتير سهلة واستعمالها ببيض الوجه. هون بدنا نسكبها شيء، هيدي للسلات. عظيم. هون نحن عندنا صحن السلطة، ألوان جميلة جدا، شوفوا الألوان الحلوة رائعة غير شكل. والدجاج بعد فعنا الدجاج، بدك تقطع الدجاج بهالوقت. شيف حمدي هو عم بقطع الدجاج، رح نشوف مكونات يخني الأرضي شوكي. مكونات يخني الأرضي شوكي: بصل عدد 3، حسطوم عدد 3، نص باقة كزبرة خضراء، وقية لحم راس عصفور، كعب أرضي شوكي عدد 8، جزر عدد 3، مرقة الدجاج حسب الحاجة، ربع كوب عصير حامض، ربع كوب نشاء مذوب بالماء، أرز مسلوق، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن مشاهدينا مثل ما شفنا نحن اليوم طبق السلطة للي زيناه بألوان عديدة وصدر الدجاج بغير شكل. تسلم إيدك شيف حمدي. نحن رح ننتقل مباشر بيخنة الأرض الشوكي. بدي لك شغله، أنا يخنة الأرض الشوكي كثير بحبها، هلسي وخفيفة، وقلت لي اليوم كمان حبيت حبوب الفطر من اليمامة، رح نحط لك معه ما بيأثر لو ما ذكرناها من المكونات، رح نزيد مع الأرض الشوكي تعطي كمان نكهة مميزة جدا. أكيد تفضل السياحة لإلك. أول شيء بنبلش هون. هون لكن نحن أكيد هون عندنا اللحمة، بدنا نحط اللحمة أول شيء. أوكي أنا هون رح ساعدك كمان بإضافة الجبنة البيضاء اللي ذكرنا بالمكونات شيف حمدي على طبق السلطة. عندنا جبنة الفيتا اللي قطعناها إلى مربعات، كمان رح نضيفها على طبق السلطة. فعلا الجبنة شهية هيك كمان مليء بالفيتامينات. هون نحن شو عم نعمل هلا؟ شو حطينا؟ عم قطع أرض شوكي، هون عم بقلي اللحمة، لحمة راس عصفور، وبدنا كمان نعملها القلية طبعا، البصل والثوم والكزبرة.
هون لكن نحن اللحمة على النار، راس عصفور. فينا في حال إذا حبيتوا تستعملوا مو زيت بقلب الطبخة ما بيأثر، ولكن اليوم نحن رح نضيف الفطر، الفطر الحبة كاملة مع يخنة الأرتشوكة. عندنا نحن هون فطر للي بنستعمله دائما بجميع أنواع الأطباق، وخاصة وقت نطلع نحن بمجمع أبردبين الفطر للي معمول من الإزاز. هيدي حبة كاملة وكمان دليلة الثقة، المعمول من الإزاز حتى نشوف الحبة كاملة متكاملة، ونشوف الشامبينيون الفطر باللون الأبيض شكله شهي جدا. وفي كمان عنا المفروم، عنا هون إذا ملاحظ نحن عنا المفروم للبيتزا للسلطات ولكافة أنواع الطبخ. مثلا إذا في عنا لاستعمال الفطر هون نحن، هون نحن عنا هلأ بنستعمل الفطر. طبعا هيدي الفطر بس بدك شيف حمدي تسقط جاهزين على لي. هون البصل والثوم، هون بعدنا عم نفرم البصل والثوم وحاطين اللحمة على النار. اوكي ما نشوف هون قديش حلوة حبة هالفطر، شايف شو حلوة حبة الفطر من يماما. شو بتستعمل مطبخك منتوجات شيف حمدي؟ يماما. يماما اختيار حلو. هون اوكي عظيم. هون رح نضيف البصل والثوم. يخنة الأرتشوكة طبعا تقدم مع الرز، فينا ناكلها رز ابيض او رز مع شعريه، او اذا كمان ما بدنا مع رز، بس بما انه اليوم كبلاد جور او كطبق اساسي بوجبه الافطار لازم يكون في معها ارز. ونحن طبعا استعملنا اليوم ارز اليماما بما انه حبته للرز حبه طويله شغل الهند، وطعمته كثير طيبه ويتناسق مع جميع انواع البلاد جور جميعا. تحس الطعم الطيبه والبياض اللي فيه والنكهه اللي نحن بنتناولها بشهيه فعلا. الرز اليماما فينا نزيد عليها كوسه كمان شهجدة. فيك تزيد كوسة مثل ما بدك، ما تعتل هم. نحن هون مطبخ مفتوح، شو عبالك بتزيد؟ نحن رمضان كريم، عرفت كيف؟ شو بدك بتعدل بتزيد ما تعتل هم. هون كمان عندك الفطر صار ما تنسى. اوكي شيف عظيم. هون نحن كان عندنا البصل والثوم واللحمة، يا سلام. هون بدنا نزيد عليهم ملح وزهر، الملح والفلفل. دائما البهارات تلعب دور اساسي بالاطباق الشهيه. عظيم. هون بنضيفه مع هلا بس تستوي اللحمه شوي، بنضيف الخضره معها بهالوقت. نحن بندوب النشا مع مي النشا بهالوقت. عظيم. نحن عم نستعمل كمان مية الكارفور. هون بننصح جميع المشاهدين وقت تجوا عند الكارفور اسألوا على سند المي، لأن المي رائعة طيبة كتير، قليلة الصوديوم، ما بتعمل وجع للبطن، وسهلة سريعة الهضم، وسعرها كتير حلو وتضاهي ماركات عالمية. هون نحن عم نحرك هذا النشا، النشا لحتى نعقد الصلصة بالآخر. عظيم 100%. عظيم. استوت اللحمة، استوت اللحمة، هلا صار فينا نزيد عليها الخضرة. هون لكن نحن رح نضيف الجزر والكوسة، رح نضيفهم. يا سلام، يخنة مميزة جدا. عظيم. هون لكن تحريك مستمر لهالوقت، هالخضرة عم تتدبل كلها مع بعضها البعض. فينا رح نروح لفاصل ونعود معكم. قرون وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا، ودائما من كارفور الحزمية هيبر ماركت بالسيتي سنتر. طبخة اليخنة الخضار ما في خبركم ما لها ريحة حلوة، يعني فعلا اليوم رح يكون فاهمكم للإفطار يخنة الأرتشوكة مع الأرز طيب كتير، وخاصة هالسلطة الباستا الشهية جدا للي مع الدجاج والفتة والفليفي والخضار، وطعم مميز جدا. شيف حمدي
يعني هلا نحن ضفنا المرقه، ضفنا مرقه الدجاج. هلا بنضيف انا النشال ودوبناه هون. ايوه هيك بتصير عندنا تماسك لليخنه، حتى نحن عم نتناول هاليخنه ما تكون فيها مي، دائما تستعملوا النشا المذوب بالماء. لو كانت اليخنه سخنه بندوب ملعقه نشا مع شويه مي وبنسقطها تدريجيا تيصير في تماسك. في حال لقيتوها كثير سميكه اضافه بعض الماء على المزيج الخضار من الخضار. وكمان نحن مثل ما عودناكم على الفقرات الحلوه بدنا نروح على فقره على السريع، واكيد من بعد فقره على السريع رجعنا. بفقرتنا على السريع مشاهدينا اليوم رح نعرفكم على كنبة الدجاج. نحن بحاجة لخس مفروم ناعم، دجاج مقطع إلى مربعات، كبيس مبروج، ذرة صفراء، مايونيز، عصير حامض، وملح وفلفل، وأخيرا خبز الكنبة. طريقة التحضير: منضيف الخس مع الدجاج المشوي، ومنضيف الكبيس مبروج مع الذرة، مايونيز، وطبعا الملح والفلفل وقليل مع عصير حامض، نخلطهم ونسكبهم بالكنبة. ان شاء الله تكون عجبتكم افكار دائما بنفكر دائما قصص واشياء حلوه كثير بهالفقرات الحلوه. مره طبعا كنبه بالتونه، مره كنبه بالدجاج، هالشيء بيرجع انتم حسب الرغبه وطالع بينكم تعملوا وتحضروا، هالشيء بيرجع. شيف حمدي نحن هلا شو عندنا؟ هلا نحن هلا عم نعقد، نحن عم نعقد الصوص، وعندنا هون بدي اعمل الاسمليه. الاسمليه شو حطيناها؟ بس نحن بدنا نشوف المكونات، المكونات قبل ما نبلش الاسمليه. حطينا السمنه على النار، السمنه على النار، عندي انا هون القشطه. لحظه هون بدنا نشوف شوي هون الاسمليه، بس انت عم تعملها اليوم بطريقه تكون اسمليه ناعمه. يعني بنجيب الاسمليه بنفرمها، مزبوط، بتفرمها مزبوط وتقليها تتحمص، مزبوط، وبعدين بتضيف لها القشطه وبتضيف لها الفستق الحلبي وزهر الليمون وكمان القطر اللي حطيت له مورد ومزهر من اليمامه. 100% شيف. خلينا نشوف مكونات الاسمليه وبنرجع. مكونات اسمليه بالقشطه: نصف كيلو عجينة الأسملية، نصف كيلو قشطة، زهر الليمون للزينة، فستق حلبي للزينة، وقطر حسب الحاجة. لكن شيف حمدي طبعا نحن هون بدنا نفرم الأسملية بلا بقدونس، خليها تكون بلا بقدونس. يلا اوكي هون نحن نفرمها ناعمة أكيد. عظيم. هون كان نحن بواسطة السكين عم نفرم الأسملية، الأسملية وطبعا بنقلبها حتى تحمر احمرار احمرار كامل. هوني طبعا على نار خفيفه بنقلبها تقليب مستمر مشاهدينا حتى نحصل على هالعسمليه، بتكون شقراء اللون واضافه القشطه البيضاء، واكيد بنلونها بالفستق الحلبي وزهر الليمون والقطر حسب الرغبه، لانه في ناس بتحب القطر قليل وفي ناس بتحب القطر زياده. كمان ما ننسى انه القطر كل كبايتين سكر، كبايه مي، كمان بنعصرهم عصره صغيره حامض، وإضافة قليل من المورد وقليل من زهر اليمامة لعنا إيهن اللي فعلا بيعطوا طعمة مميزة للقطر. هون الأسملية، الأسملية نحن فينا نشتريها خالصة، فينا نجيبها مجلدة. أيوة نحن عملها طبقتين نحن. ايه عظيم. هون بما أنه الأسملية دغري رفيعة دغري بتتحمص، فينا نعطيها لون كمان اغمق شوي، وفينا كمان نعطيها لون فاتح حسب كل واحد شو بحب. واكيد الاسمنيه فينا نعملها اشكال عديده، اليوم صاروا عم يخترعوا بتنحط بقوالب بتتحمص، بنحط لها شوية سمنه بتطلع شكلها مثل شكل طابق او نصف كره مستديره، وبنحشيها بالقشطه.
نحن مثل العادة أخذنا عملنا صحن سلطة اليوم بالباستا مع الخضار وجبنة الفيتا وأكيد الزيتون، طعمه مميز جدا. يعني هيدا السلطة فينا نستعمله كمان صحن وجبة رئيسية. يعني اليوم إذا بدنا ناكل سلطة ودجاج وأجبان، هيدا الصحن لحاله جامع طبق أساسي. إذا أخذنا شوربة عصير وتناولنا هذا الطبق ما في زوم نعمل طبخة، بس نحن كمان اليوم حبينا نعمل يخني الأرض الشوكي. إميلتين هيك أفكار عديدة لست البيت، وطبعاً حط لنا شوية قشطة بقلبها وقشطة طبعاً هون، لكن عندنا القشطة هون عم نضيف لها القشطة هون حتى تصير هالطبق جاهز. ونخلي شوي على الوجه الثاني. اوكي هون شوي صغيره. اوكي هون نحن رح نضيف، نعم معنا وقت، خذ وقتك شف حمدي. بسم الله عليك يا شف حمدي، دائما شف حمدي عنده هالسرعه بالشغل اللي بيطلع لنا دغري بتطبق اطباق سريعه دائما. حبيب القلب. هون نحن الاسمليه بلشنا، لاحظنا كيف انه اليوم ست البيت تعطي الهم كيف بدها تمد الاسمليه فروميا وعلى السريع. طبق طيب كثير وسهل كثير. نعم وخفيف كثير. عندنا هون بنزيد له شويه قطر. اوكي عظيم. هون انا رح نرش له الفستق الحلبي وزهر الليمون. اوه فعلا المكسرات بتضيف منظر جميل جدا للحلو العربي. يعني من دون مكسرات ما بنحس الطبق شهي، وخاصة زهر الليمون هون. بس بدي أعطي ملاحظة، طبعا أثناء سفرنا للخارج البلد الوحيد اللي بينتج زهر الليمون هو لبنان، وبكل فخر للي بيعطي كل دول العربية نزين الحلويات تبعه. زهر الليمون هو من أهم أنواع هالمربيات اللي بتزهرنا بتزيننا أطباق الحلويات. فكتير مهم إنه دائما نحتفظ ولو بعلبة أو مرتبان صغير من زهر الليمون الحلو اللي بيضوي تضايي بمجرد ما نحن حطيناه على أي طبق أساسي. بهالوقت كمان مشاهدينا رح نروح لفاصل ونواصل معكم بعد قليل. عودة من بعد الفاصل، ودائما من كارفور هيبر ماركت سيتي سنتر حزمية متعة التسوق خلال شهر رمضان. وكمان ضيفتنا اليمامة اللي بترفقنا كمان مع أطباق الشهية خلال الفترة، وضيفنا كمان أهلا وسهلا فيك شيف حمدي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا حمدي فيك دنيا. حمدي دنيا شيف حمدي دنيا كان في مطربة يعني زمان اسمها داليدا، كان في عندها غنية الدنيا الكبيرة وبلادها الصغيرة. أها أنتوا قلوا قلتوا عليها فيها شيء أو ما أقول ما أقول شيف رزا الله الله يرحمها المطربة داليدا، أغانيها كثير حلوين كنا نتذكر اليوم. الله يرحمها الله يرحمها. ونحن هلا بدنا نتابع سكب الطبق الأساسي. الطبق الأساسي نحن عندنا هلا رز. شو عامل فيه؟ عندنا رز الفلفل. فرجع فسرنا لأنه في كثير مشاهدين ما بيلحقونا من أول حلقة. اوكي بنلحقونا من الحلقة، أعطينا شوية تفاصيل. هلا التفاصيل نحن عندنا الأرض الشوكي. نعم يخنة الأرض الشوكي حطينا لحمة الرأس عصفور قليناها. نعم زدنا عليها بصل ثوم، رجعنا زدنا فوق الفطر من اليمامة. نعم حبينا نزيده عليه. نعم رجعنا زدنا عليها الجزر وقليناه وعقدناه شوي مع الصوص مع المرقة والنشا. مع المرقة والنشا وحطينا لهم مرقة الدجاج والكزبرة. والكزبرة هلا بدي رشها انا بترشها على البيبي. أيوة. على هي خضرة يعني. هي أيوة خضرة هيك أيوة. بتضلها فريش اكثر. حلو انا بحترم كل شيف طبعا، كل شيف له طريقته. وعندي هلا الرز انا هون صار خالص. يلا رز هون رز اليمامة كمان. رز اليمامة يعني فعلا شيء بشرف. قديش حلو ست البيت دغري توصل تاخذ غراض اليمامة على البيت ويساعدها ليلة فترة شهر رمضان بدون ما تتعزى، بتحس حالها فعلا انه كل شيء مسهل الشغل لها وطعمه طيبة ومنتوج طبيعي من دون مواد حافظة. دقوها جربوها واعطيني واعطيني رأيك واعطوني رأيك. عظيم هونك لحم بيك يا سلام. منظر الأرز باليخني هلا أنا لاحظت باليخني. يس هونك نحن يا اخي ريحتها كثير طيبه.
وهي بألوانها كتير رائعة رائعة جدا. لحتى ما في أخبركم بيرفكت. دائما في ناس بحبوا كتير الكزبرة الخضرة تكون محطوطة على الوجه. يا سلام. هون شوية بهار فلفل، فلفل أسود كمان، نرش الكزبرة الخضرة هون. كمان بنذكركم طبق مميز جدا. شكرا لك شيف حمدي، طبق صحي يعني اليوم كل اطباقنا شهية للغاية. طبعا نحن كارفور هالمكان الواسع اللي مؤلف من طبقين كبار، فينا نقول انه متعة التسوق دائما بشهر رمضان وغير شهر رمضان، وخاصة بالاسعار المدروسة، لانه دائما كارفور ارخص بكثير من غيره، وبالجودة والنوعية والنظافة، واكيد البضاعة الفريش من الخضار من الاسماك من اللحوم من المعلبات من الاسماك. بعدين كمان شو ما بدكم، ادوات كهربائية، جميع ادوات كهربائية، ادوات الالعاب للاطفال، التياب، شو ما بدكم تجوا. عنوان واحد كارفور سيتي سنتر، هيبر ماركت الحزمية طبعا، تشتروا كل شيء بامان، وبتحسوا متعة متعة متعة، جميل جدا. وشكرا كمان لليماما على هالمنتوجات الحلوة اللي عم تعطي وعم تضيف، عم تضيف كمان نكهة طيبة. وشكرا لك شيف حمدي. شكرا لك شيف، ألف صحة، رمضان كريم، رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم يا رب، وأكيد رمضان للجميع. حلقتنا كمان بكرة بنفس الوقت، انطرونا لأنه دايما في عنا أصناف حلوة وأفكار تستفيدوا منها. إلى اللقاء.